البرازيل 16 يوليوز 1950، كتبدا القصه مع مجموعه ديال الرجال كيتفرجوا في الفينال ديال كاس العالم بين البرازيل والاوروغواي. في نفس الوقت غنشوفوا شي براش كيتفرجوا من السطح ديال القهوه حيت ما عندهمش باش يخلصوا. النتيجه كانت 1-1، ولكن في هذه اللحظه ضربت الاوروغواي البيت الثاني وبقات النتيجه على هذا الحال حتى سال الماتش وتوجت الاوروغواي بكاس العالم 1950. البرازيل في هذه الوقيته كعاود ديال بصح وكاملين غير على سبه، تقدر تقولي السلام يبربق امك. تفرقات جقلة كلها رجع لدارو الا واحد البرهوس سميتو دييغو، بقى عاصر على باه حتى خرج من القهوه، تما قال لي بلي شي نهار غادي يجيب ليه كاس العالم. بدا باه كيشوف فيه، من بعد مسح دموعه وقال لي من الاحسن تديها في قرايتك وتبعد على كوره ما امكن. النهار الاخر نشوفو كيعاون امو اللي كانت خدامه في شي دار، مشات تقضي شي غرض وخلاتو في الكوزينه. فهاد اللحظه دخل ولد مارين الدار خوسي وصحابو، سمعهم كيهضروا على النادي ديالهم وكل واحد كيقول فحال من بغى يولي. فهاد اللحظه نقز هو وقال لهم بغيت نولي بيليه. بدا خوسي كيضحك عليه وقال لي شكون هذا اللي كيغوت البيليه بيليه. من بعد قال لهم من اليوم نكنيو عليك بيليه وضربو بكره. فهاد اللحظه دخلت امو كتجري سكتاتو وطلبات السماحه من خوسي، واخا هو اللي تعدى على ولدها. مسكينه كتاكل معاهم طريف ديال الخبز ومابغاش تخسر خدمتها. وهي جراها لبرا طار على واحد الورقه حتى خوسي ملي دخل، ديك الورقه كان مكتوب فيها كاس باورو للشباب. مشى ديكو كيطير لدربهم، جمع الدراري اللي مولف يلعب معاهم وقصدوا البلاصه ديال ديك البطوله. ربحوا الماتش الاول والثاني، ولكن حتى واحد ما كان مسوق ليهم وكلشي كيتفرج غير في الماتش ديال فريق الملوك اللي كيلعب معاهم خوسي. مور ما سال الماتش بالفوز ديال فريق خوسي وتاهلوا للفينال، بدا كيضحك على فريق دييغو حيت كيلعبوا بالحفه. دييغو وصحابو بقى فيهم الحال وهما كيفكروا كيفاش غيدبروا على السبرديلات باش يلعبوا. قال لهم داك المطحشش تبعوني انا عارف اش غنديروا، قصدوا واحد المستودع ديال كاوكاو. بقاو عاصرين على الخدامه حتى غفلوا. ديك الساعه كل واحد طار على خنشه وعفار، تبعوهم الخدامه ولكن شدوا غا البرد. قلاو داك كاوكاو وبداو كيبيعوه، وفي نفس الوقت غيكون دييغو كيسير الصبابط باش يجمع فلوس كثر، وهما خدامين على راسهم. جا خوسي وصحابو بداو كيغوتوا لدييغو بيلي وكيتنمروا عليه. دييغو في هذه اللحظه حقد، جبدها مع خوسي بواحد المسمنه وهي ترون. جاو الناس فكوهم. ملي رجع دييغو للدار سولات امو مالهم ضرب في وجهه، رد عليها المعلمه امو طلع عليها الدم وقالت لي غدا غنمشي معاك عندها. صاحبنا في هذه اللحظه داخ وهو كيفكر كيفاش يخرج من هذه الوحله. قال لي با سيري انت لخدمتك انا غنهضر مع المعلمه. في العشيه غيبان لينا كيتمشى معاه وغنعرفوا بلي شافو ملي دابز ودار هادشي باش يفكو. النهار الاخر نشوفو ديو كيعاود لصحابو على هذا البلان اللي دار معاه باه، وقال لهم بلي عارفو مشارك في هذه البطوله ومسني منه شي حاجه. قبل ما يبدا الفينال بين فريق دييغو وفريق خوسي، جا المطحشش وجاب معاه ساك ديال السبرديلات. واخا كانوا كبار عليهم ولكن عجبهم الحال وفرحوا حيت ما يلعبوش بالحفا. بدا المعلق كيقدم الفروق بجوج، في الاخير قدم واحد سميتو فلاديمير دي بريتو وغيكون جه هنا باش يكتشف مواهب جديده على قبل نادي سانتوس. بدا الماتش، على الدخله خوسي وصحابو ماركو سد البيوت مرادفين. داز خوسي حدا دييغو وقال له تكرفصنا عليكم اخاي بيلي. دييغو في هذه اللحظه سخط، يلا بغى يضربو شاف با وسط الناس اللي كيتفرجوا هو يوقف. تفكروا ملي كان كيقول لي بلي مسني منه شي حاجه. هنا حيد سبرديله حيت كانت كبيره عليه وبدا كيخردل فيهم. اللي جا عنده كيسخروا يجيب درهم خميره وكيدوز الاخر، ضرب عليهم واحد البيت مفرقع وخلى كلشي غير حال فمه. باه في هذه اللحظه عجبو الحال، صحابو مور هاد الشيء حتى هما تحفزوا وحيدوا السبرديلات. ديك الساعه بدا اللعب ديال بصح، شطحوا لك خوسي وصحابو مزيان ومن 6 لواحد وصلوا ل 5-6، ولكن من زهرهم المكعور سال الوقت وخسروا الماتش. ولكن واخا هكاك ربحوا الحب والاحترام ديال الناس. ملي كانوا خارجين من التيران الناس كاملين وقفوا بداو كيصفقوا كيغوتوا بيلي. ومور ما كان دييغو كيتقلق الا غوت ليه شي حد بيلي، ولا كيعتز بهاد اللقب وكيفرح ملي كيسمعوا. وهما كيتصوروا ضرب واحد من البراج على فلاديمير كيعطي نمرتو لبين بيلي، يلا بغى يقولها ليه. شافوا دوك الخدامه اللي سرقوا لهم كاوكاو جايين وهما يعلقوا، بداو هاربين والخدامه موراهم. وصلوا لواحد الواد يلا بغاو يقطعوا، دييغو تعكل طاح وما بقاش قادر يهرب. بيلي ضرب عليه هكا رجع كيجري هزو وتخبعوا بجوج في واحد الغار. دازوا الخدامه حداه وما شافوهمش. في هاد الوقيته كانت الشتا خايط من السما، بدا داك الغار كيريب عليهم. بيلي خرج كيجري ولكن تييغو كانت رجله مضروبه وكثر من هادشي طاحت عليه حجره وحل. بدا بيلي كيحاول يجرو ولكن ما قدرش، راب الغار في مره وتييغو تدفن تحته. بقى بيلي كيغوت، سمعوا دوك الخدامه ورجعوا كيجريو، حفروا الغار جبدوا تييغو، ولكن مول الامانه دا امانته. مور هادشي اللي وقع بيلي حمل راسو المسؤوليه ديال موت صاحبو، قرر يبعد على كوره في مره ويخصص وقته كامل للقرايه. ملي قال هادشي لمو نعس وراها باه الكارت فيزيت اللي عطاه فلاديميري، خداتها مو من عنده دارتها في المجر وقالت لي كنظن بلي جا الوقت باش تبقى تديه يعاونك في الخدمه. وبالفعل داكشي اللي وقع. النهار الاخر غنشوفو بيلي كيعاون باه ينظف الطواليطات ديال السبيطار اللي خدام فيه. في الوقت ديال الغداء كان باه كيقطع المانجو وكيقصر به كوره، حاول شي مرات يجرب بيلي يقصر معاه، ما كانش كيبغي حيت مازال مأثر فيه المود ديال صاحبو، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى نسى، وبدا كيلعب مع باه كوره بالمانجو في الوقيته ديال الغداء. الوقت كيدوز، نفس الروتين كيتعاود، والحاجه الوحيده اللي تبدلات هي بيلي كبر ولا كيقصر مزيان بديك المانجو. في واحد النهار كانت مو دايزه من تما، شافتهم من ديك الساعه وهي مشوشه وكتفكر. في الليل جبدت النمره ديال فلاديميري، والنهار الاخر خداتهم مشاو بجوج يتفرجوا في بيلي كيقصر بالمانجو.
في العشية سالوا با الخدمة رجعوا للدار، تما لقاو فلاديمير مسنيهم، عرض على بيلي يشارك في التجارب ديال فريق سانتوس. هنا بيلي فرح بزاف وعنق امو. النهار لا خرج مع حوايجو ودع عائلته، ركب مع فلاديمير وتحركوا. حنا دابا في سنة 1956، وصل بيلي للملعب ديال فريق سانتوس وبدا التجارب مع بزاف ديال الدراري من مختلف الاعمار. سال الامتحان وتعلقوا الاسماء ديال اللي يكونوا في فريق الناشئين. بدا صاحبنا كيتزاحم وسط الدراري قرا ديك الليس، وللاسف سميتو ما كانتش معاهم. بيلي كعا يلا بغى يمشي في حاله سمعوا مع القلاس ديال فريق الشباب. رجع بالزربه تما ضرب على سميتو وسطهم، اديسون دييغو ارنسون ناسيميتو. علق صاحبنا العشرة في فريق الشباب. اول ماتش كانوا واحد لواحد، ديغو جا اول بيلانتي ولكن للاسف زقلو. في الليله اللي تبعت هذا الماتش صاحبنا ما نعش وبقى الليل كامل غير كيبكي. فلاديمير كان تعطل ديك الليله في المكتب ديالو، سمع شي صداع برا، طلب لي ديغو جا محوايجه وغادي في حاله. وصل لاكار وهو مسني التران وقف عليه فلاديمير. صاحبنا شافو تصدم قال لي صافي دغيا. رد عليه ديغو بلي واخا يبقى هنا شحال ما بقى ما عمرو غيلعب مزيان بالطريقه اللي كيعطيه المدرب. سولو فلاديمير علاش ما يلعبش بطريقته، رد عليه بلي المدرب كيقول عليها تقليديه وما بقاتش واكله. شرح لي فلاديمير بلي المدرب وكاع البرازيليين كيكرهوا اسلوب اللعب التقليدي، حيت اللاعبين اللي خسروا كاس العالم 1950 كانوا كيلعبوا بها. في الاخير قال لي يرجع ويتقاتل باش يبين بلي الاسلوب اللي كيلعب به مازال واكل، وكاين طريقه ثانيه اللي سهله وهي يركب في التران ويرجع يعاون باه. ديك الساعه غيبقى تما حتى يموت. ديغو اثرت في هذه الهضره وقرر يرجع. النهار الاخر كان عندهم ماتش، سانتوس خاسر ب 3-0. ديغو غير تالف وسط التيران، في هذه اللحظه دخل في واحد من صحابه وطاح، والمدرب كيغوت عليه. بدا كيتفكر ملي كان كيدرب مع باب المانجو وقرر يلعب نفس الطريقه. مروا ليه كره معاش دا كيبان لك بنادم كيمشي زالق، دا الفرقه كامله وضرب على حبهم واحد السيزون فرقع. النتيجه 3-1. غوت المدرب على ديغو مورما ماركا وكان كيبان في وجهه كاعي، قال لي شاد شي درتي. بدا ديغو كيتفتف وطلب منه السماحه. هنا المدرب ضحك وقال لي عاودها مره اخرى. دخل ديغو الماتش موتيفي وبقى ما كاينه قلب في بنادم وتقب الشبكه. سال داك الماتش 3-4 لصالح سانتوس وكاملين سجلهم دييغو. مور هذا الماتش صاحبنا دار بلاصتو ولا اللاعب الاول في الفريق ديالو. باه كان ديما كيتفرج في الماتشات وكيبان فرحان به. في الوقيت اللي كلشي كيقصد الفراش باش ينعس، دييغو كيبقى في التيران كيتدرب، وحتى فلاديمير ولا كيتعطل في البيرو غير باش يتفرج فيه. داز الوقت وتعلقوا الليستات جداد ديال الفريق، وهذه المره ديغو كان في الليست ديال فريق المحترفين. في عمر 15 العام صاحبنا دار بلاصتو، ولاو كيجيو بزاف ديال الناس خصيصا باش يتفرجوا فيه كيشطح بنادم. في عمر 16 العام بدا صاحبنا كيدخل شويه ديال الفلوس، واول حاجه دا شرى المفران، شرى الباه راديو ومشى يزورهم. في نفس النهار كانوا يعلنوا على الاسماء ديال المشاركين في كاس العالم 1958. صاحبنا في عمره 16 العام كان متاكد بلي خاصو يصبر حتى لكاس العالم الجاي، ولكن هنا غتكون الصدمه. وهما كيعلنوا على الاسماء كان سميتو وسطهم اصغر لاعب مشارك في كاس العالم. باه فرح بزاف وهو بقى غير جالس في بلاصتو كيفيبري من الصدمه. نهار لا خرج مع باليزتو، وصلوا باه المحطه، تما شد الكار ريو دي جينيرو، تلاقى باللاعبين ديال المنتخب وهو كيتعرف عليهم. قال لي واحد ما عرفت كيكون الشعور ديالك وانت بديل. رد عليه دييغو بلي مازال ما خرجوش اللوائح باش يقول هاد الهضره. بدا داك الصاد كيضحك وقال لي في نظرك تقدر تاخذ بلاصتو؟ دار يشوف لقى خوسي حتى هو في المنتخب وكيلعب في نفس الموقع ديالو، وهما في ندوه صحفيه غنعرفوا بلي خوسي سما راسو مازولا نسبه لواحد اللاعب ايطالي. بداو الصحافه كيسولوهم، مازولا كان كيجاوب في نفس الوقت كيتنمر على دييغو فحال ديما. سولهم واحد الصحفي واش اسلوب اللعب التقليدي يقدر ياكل مع الكره الاوروبيه، بغى دييغو يجاوب ولكن ما خلاش المدرب، حيد الميكرو. بداو كيتصوروا وغيبان بلي منحاز الخوسي بزاف. ملي سالات الندوه خداها البيرو ديالو، سمعوا الهضره مزيان وقال لي ما بغيتش نسمعك مازال كدوي على الاسلوب التقليدي ولا كتلعب به. جا النهار اللي يختار فيه المدرب اللاعبين الاساسيين، تيران كان داير بالصحافه، قسم الفريق على جوج وبدا الماتش. ديغو الوقت كامل هو كيحاول يلعب بالطريقه اللي قال له المدرب، ولكن ما كلات معاه والو، وخوسي اللي خاصو يتنافس معاه باش ياخذ بلاصتو، كان مسيطر على الماتش. في هاد اللحظه جات كره في رجلو، بدا كيلعب بالطريقه التقليديه، وهو غادي كيدريب ليه المدرب غوت، صاحبنا خاف وبغى يرجع للطريقه اللي قال ليه، وهو يطيح على رجلو، كلاها ديال بالصح. النهار الاخر مشى بالعكاز يهضر مع والديه في التليفون، وهو كيبكي وكيطلب منهم السماحه، قالت ليه مو ماشي مشكل، هاد القرار خديناه كاملين وغنتحملوا المسؤوليه كاملين، كثر من هاد الشيء حنا تايقين فيك. صاحبنا مور الهضره ديال مور تاح شويه، ولكن الهضره بوحدها ما كافياش. النهار الاخر شافوا الطبيب ديال الفريق، لقى رجلو مازال منفوخه، سول المدرب واش يقدر يلعب، قال لي مازال ما نقدروش نحكموا من دابا، وحيت ما بقاش الوقت بزاف باش يبدلوه، غيضطروا يديه معاهم واخا مضروب. السويد 1958، وصل الفريق البرازيلي وبدا اول ماتش ليهم اللي كان مع النمسا. ديغو ما لعبش حيت كان مازال اصابه، ولكن واخا هكاك البرازيل ضربات ليك النمسا. الماتش الثاني كان مع الانجليز، سالا تعادل، ولكن دوك النقالزه راه ما كيفرقوش بين الكره والجهاد في سبيل الله. عطبوا بزاف ديال اللاعبين في البرازيل، ومن
المعطوبين كان خوسي. مور هاد الشيء جا الماتش ديالهم مع الاتحاد السوفيتي، كيف ما قلنا خوسي اصابه والواحد اللي يقدر يلعب في بلاصته هو دييغو. داكشي علاش اضطر المدرب يدخلو واخا مازال ما تشافه. دييغو قبل الماتش كان كيتقيب بسبب التوتر، جرو المدرب من الطواليت، جبد ليه ودنيه مزيان وامرو يبرك على رجله ويدير ليه في جهده، وهو داخل تبعو الطبيب طلب منه يرد البال ركبته وما يفكرش مره في الطريقه التقليديه حيت خطيره وبسببها تضرب ديك المره. خباش تعرفوا الطريقه التقليديه كيلعب فرديات وكتكون استعراضيه بحال قلتي ديال الشوارع، وإلا كان شي خطا صحوا لي في التعليق. دخل دييغو التيران وكان مصدوم من العدد ديال الناس اللي جاو يتفرجوا. الصحافه ملي شافوه بداو كيضحكوا عليه حيت صغير بزاف وكتبان فيه مشلل. باه فرح بزاف ملي شافوه في التشكيله، وفي نفس الوقت كعامر ما سمع الجمهور حاقرينه وكيعايروا حيت هو اصغر واقصر لاعب في الفريق. 15 يونيو 1958، ما عطى الحكم الصافره ديال بدايه المباراه بين البرازيل والاتحاد السوفيتي. السوفيتيين هجموا بواحد الطريقه خايبه وكانوا كيضربوا بزاف، ولكن واخا هكاك البرازيل سبقات البيت. دييغو فهاد الوقيته كان دايخ غير بوحده، واخا هكاك ما ترحمش من العنف اللي لاعبين به السوفيت. بقى الماتش على هاد الحال حتى سالب 1-0 لصالح البرازيل، هكا تاهلوا النصف ضد فرنسا. 24 يونيو 1958، فهاد النهار تعطات الصافره ديال بدايه المقابله بين فرنسا والبرازيل. الاداء ديال دييغو في هذا الماتش كان احسن من اللي لعب به ضد السوفييت، ولكن واخا هكاك فرنسا ما كترحمش، ما داش بزاف ديال الوقت حتى ضربت لهم البيت وسار الشوط الاول بواحد 1-0 لصالح فرنسا. ملي رجعوا اللعيبه للفيسيير مشى دييغو ديريكت عند خوسي وطلب منه يدخل يلعب في بلاصتو. رد عليه خوسي باللي رجله مازال مضروبه وحتى هو يقدر يلعب مزيان ويمشي بعيد، ولكن الا نسى الهضره ديال المدرب ودار لعبه. دييغو اثرت فيه الهضره ديال خوسي والتاثير بان مع البدايه ديال الشوط الثاني، بحيث دخل دييغو واحد اخر مع شد كوره بداو كيبانوا لك اللعيبه ديال فرنسا كيتنشروا. عيار اضطروا ديال المدرب يقول له يرجع. دييغو داخل على القرعه، يا ربحه يا ذبحه. وصل للشبكه ديال فرنسا، هز كوره على جوج لاعبين كانوا تابعينه وضرب واحد البيت مفرقع. موراها البرازيليين تحمسوا، صاحبنا كمل بنفس الطريقه وما داش بزاف ديال الوقت حتى خشى الثاني 2-1 لصالح البرازيل، ولكن دييغو ما شبعش، طلع مره اخرى بيض لك الفرنساويين وضرب البيت الثالث. هكا سال الماتش 3-1 وتاهلوا البرازيل للفينال ضد السويد. قبل ربع ايام على النهائي جمعهم المدرب في الفيستير، بدا كيعطيهم الخطه باش يلعبوا مزيان ضد السويد، ولكن ملي دخلوا للتدريب وبغاو يطبقوا داك الشيء لقى المدرب راسو غير كيكور ويعطي العور. في الليله اللي سبقات النهار ديال الفينال اتصل دييغو باه، بدا باه كيحفزو وصاه ما يخليش الهضره ديال السويدين مع الصحافه تدخل ليه الشك، حيت نفس السيناريو وقع في الخمسين وبسبابه خسروا. رد عليه دييغو بلي السويدين كيتحاربوا ماشي كيلعبوا، وباينه غيعطيو شي دقه. قال ليه باه لاعبين 11-11، تيق في راسك، حفز صحابك كيف ما درتو مع فرنسا وتشاموا معهم التقاشر. بالفعل داكشي اللي دار. الصباح دخل على صحابو كيفطروا، لاح ليهم كوره وبدا كيفكرهم في اللعب ديال الشوارع اللي كانوا كيديروه هما صغار. اللاعبين كانوا مكتئبين وخايفين، ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى عمر دييغو ديك الصال بالطاقه الايجابيه، بداو قصارين وسط الوطيل وداروا الروينه. المدرب شاف هاد الشيء وبان ليه كيفاش كانوا اللاعبين فاهمين وهما كيلعبوا بالطريقه اللي ترباو وكبروا معاها. داكشي علاش نهار الماتش جمعهم في الفيستير قال لهم بلي كان غلط فاش حاول يقلد الاوروبيين في اللعب ديالهم. داكشي علاش بغاهم اليوم يدخلوا للتيران يلعبوا بالطريقه ديالهم ويبينوا للعالم كامل بلي قادرين يربحوا بداك الاسلوب اللي ضحكوا عليه. جا الوقت ديال الماتش، كلشي مستني الصافره ديال البدايه وتاكد من الفوز ديال السويد، حيت عمر شي فرقه خارج اوروبا ربحت الكاس في الاراضي الاوروبيه. دخلوا اللعيبه للتيران وفي هاد الوقيته كاع البرازيليين كيشجعوا دييغو اللي ولا ملقب بيلي. عطى الحكم الصافره ديال البدايه ومن الاول كيبانوا لك ثلاثه شادين بيلي. السويديين مسيطرين على الماتش وزقلوا البيت في الدقيقه الاولى. بيلي خطف كوره وهو طالع كيجري دخل عليه واحد بطريقه خايبه، طيحوا خداها ليه وغتكون هذه هي الطلعه ديال البيت الاول اللي ماركاو السويد. البرازيليين تحطموا حيت بدا كيبان لهم نفس السيناريو ديال الخمسين غيتعاود، ولكن بيلي كان كيشوفها بطريقه اخرى. البيت اللي كانوا خايفين منه ديجا تماركا، ودابا بقى لهم يا يهجموا يا يبقاو خايفين حتى يجي الثاني. مع التضرب السونتر دييغو اكتيفا اللعب ديال ديما وبدا كيخيط في السويديين. مشى الاول بي الثاني هرب على الثالث حط الباس لصاحبو ودخل كيطير. صاحبو رد ليه كره بيلي دار براسو غيماركيا وخلا دازت لواحد موراه. هنا جا بيت التعادل. البرازيليين في هذه اللحظه فرحوا بزاف ورجع لهم الامل بانهم يربحوا، وبالفعل ما داش بزاف ديال الوقت حتى جا البيت الثاني ديال البرازيل. موراه صافي ولاو مرتاحين وداروا السويد في كرشهم. ضرب بيلي البيت الثالث زادوا الرابع، وهنا البرازيليين قالوا للعالم بلي حنا مولوك الكره هما ماشي حنا، اما حنا الله يهدي علينا زياش خليها البوصوفة. زاد بيلي البيت الخامس، سالت المقابله ب5-2 لصالح البرازيل وتوجوا بكاس العالم سنه 1958 بالقياده ديال بيلي اصغر لاعب في الفريق. البرازيليين خرجوا للشوارع وكانوا غيطيروا بالفرحه، ومن بينهم والدين بيلي اللي قبل 8 سنين وعدهم يجيب كاس العالم. مور التاريخ ديال 29 يونيو 1958، ولا بيلي اللاعب الاول مور ما حقق الحلم ديالو والحلم ديال البرازيليين وجاب كاس العالم للبرازيل. بصح كانوا بزاف ديال اللعيبيه، ولكن بيلي هو اللي قدم اجمل اداء. كانت هذه القصه ديال بيلي وديال اول كاس عالم حقاته البرازيل. الا كان شي خطا صحوا لي في التعليق، والا عجبكم هذا الشيء ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب، واهم حاجه بارطاجي مع اصحابك. هذه انستغرام ديالي، كان معكم يوسف.
نتلاقاو في فيديو جاي. بيس.